بعد تقرير عرضته قناة الجديد عن الطفل أمير شكر الذي كان يعاني مشكلة خلقية، تحركت وزارة الصحة سريعا. فريق عمل الوزارة تواصل مباشرة مع المستشفيات وأمن له مكان بسرعة وأجريت العملية وبنجاح الحمد لله، والحمد لله على سلامته. أما في ملف الفتاة التي اقتلع إصبعها خلال عملية وكانت الجديد أيضا قد عرضت تقريرا عنها، فأكد حاسباني أنه فتح تحقيقا في الموضوع وجرى استجواب إدارة مستشفى جبل عامل في انتظار الاستماع إلى إفادة الوالدة. وإن كان هذان الإنجازان يقتصران على المستوى الإنساني، فإنجاز آخر سجل على الصعيد الوطني بعدما أقر مجلس الوزراء توفير الاعتمادات للأدوية المزمنة. من بعد ما كانوا الشركات توقفوا عن تسليم الأدوية بسبب تراكم الأدوية اللي سلموها بالفترة السابقة خاصة، ولكن بهالفترة هيدي قدرنا اتفقنا مع موردين الأدوية لحتى يقدروا يأمنوا الأدوية بأسرع وقت ممكن، وقدرنا فعلا أمناهم بهالأسبوع اللي مضى وصارت الكارانتينا عم تقدر تسلم أدوية السرطان والأدوية المزمنة. أما في بطاقة التغطية الاستشفائية المجانية لمن هم فوق سن 64 التي أطلقها الوزير السابق وائل أبو فعور، والدولة اللبنانية ما عندها قدرة تغطي نفقات جديدة. موضوع الوعد اللي انعطى باستشفاء المسنين فكرته كتير حلوة، ولكن تأمين تمويله يبقى الأساس. الوقت الحاضر عم نأمن الطبابة ضمن الإطار المطلوب، ولكن ما فينا نتخطى القوانين. يعني اليوم نحن محدودين، قدرتنا محدودة بالقانون. إذا ما قدرنا عملناها عملية سليمة قانونيا بشكل كبير وماليا ومغطاة ماليا، صعب نقدر نكمل فيها. فكرة جيدة جدا، نحن ما بدنا نوقفها، بدنا نكمل فيها. بهمنا نغطي المسنين بشكل كبير، خاصة اللي منهم مغطيين من جهات ضامنة أخرى، ولكن بدنا نغطيهم بطريقة مستدامة وجيدة بدون ما نتكلف على الدولة أو نوصل لمرحلة تقول الدولة أنا ما بقى فيه حط مصاريف على القطاع الصحي أكثر من هيك. بين خبر سعيد وآخر حزين، يبقى التعويل على إنجازات وزارة قصيرة الأمد في تحقيق أهداف بعيدة الأمد. أي شخص موجود بالمستشفى بده نقل للمستشفى عنده استفسار بيتصل على 12-14 لحتى ينال المساعدة. رجاء أن يتذكروا هالرقم 12-14. لا يرسعد، قناة الجديد.